عشان نعمل الموزه وتطلع طعمها حلو بالفته بتاعتها، بيكون الصلصه فيها شويه تركات كده صغيره بتخلي طعم الفته بيكون طعمها مميز. وكمان اللحمه الفته بالذات كلنا بنعرف ان هي لحمه مسلوقه، لكن لما بنختار الموزه خصوصا في الفته بتدينا طعم مميز جدا. والنهارده عندنا الموزه من بوميت، لحمه من احسن اللحوم اللي موجوده على مستوى العالم. فاحنا يعني لما يبقى عندنا لحمه كويسه قوي وهنعمل نختار القطعيه الصح في الطبخه المظبوطه هتطلع النتيجه في الاخر ممتازه جدا. عندي اللحمه، وعشان اسلق اللحمه وتطلع شوربتها كويسه وكمان مش تاخد مني سوا كتير، محتاج ان انا بصله، لورا، حبهان، حته مستكه صغيره، شويه ملح وفلفل اسود، هيظبطوا لي اللحمه جدا. فهحط حله على النار واسلق اللحمه. بعد كده عندي المقادير بتاعه الصلصه عشان يبقى طعمها مميز قوي، بقى يبقى الفته بتاعتك غير اي فته. محتاجه كوبايتين من الطماطم المبشوره او شفشق كده، نص لتر من عصير الطماطم، بعد كده بصله مفرومه، معلقتين كبار من الثوم المفروم، كوبايه من الصلصه، كوبايه شوربه من سلق اللحمه طبعا عشان ناخد من هنا لهنا، معلقه كبيره من الزيت، ربع كوبايه من خل مكعب مرقه او على حسب الشوربه مرقه، لو انت مش هتعمليه بشوربه لحمه يعني ممكن تعمليها بمكعب مرقه، بعد كده معلقه كبيره من السكر، ملح وفلفل اسود. وهنا الصلصه عشان تضيع السكر على الصلصه عشان يضيع لي طعم الميزز بتاع الصلصه. اول حاجه هعملها ان انا اخد الحله بتاعتي احطها على النار ونبدا كده واحده واحده، هنعمل اللحمه الاول وبعد كده نعمل الصلصه عشان ناخد من الشوربه بتاعتها. هنزل كده في الحله الاول بسم الله بالميه عشان نطلع شويه شوربه محترمين. بعد كده هاخد البصله بتاعتي اقسمها كده على اربعه، ممكن احط فص ثوم لو عايز، جزرايه لو فيه برده ماشي، طماطمايه ممكن، ادي واحدة المستكة، وادي القرفة، اثنين من اللورة او واحدة وواحدة حبهان، شوية فلفل اسود، والملح دايما بنخليه في الاخر شوية عشان ما يطولش وقت السوى بتاع اللحم. كده انا الشوربة بتاعتي تبقى ممتازة جدا وهايلة جدا. بعد كده هاخد اللحمة، واحنا عارفين اللحمة بتاعت بوميت بتيجي متفكيمة في كيس مسحوب منها الهواء عشان ما تغسليهاش، اللحمة بتجيلك نضيفة 100%، فده يخليكي اللحمة زي ما احنا شايفين كده. بصوا العروق بتاعت اللحمة، الانسجة البيضة دي او الدهون البيضة دي هتخلي اللحمة عاملة زي الزبدة ومتعرضتش للتراب، ما تعلقتش وما تنشرتش في اماكن مكشوفة، فما تغسليهاش عشان فايدتها ما تقلش. وبعد كده اول ما المية تغلي او واخد اللحمه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، واقوم منزلها فين؟ في الميه. انزل بقى كده في مكعبات اللحمه وهقوم مغطي لمده ساعه واحده، هلاقي اللحمه بتاعتي بقت عامله زي الزبده، اتسلقت كويس جدا. وبعد كده هروح على الخطوه الثانيه وهي الصلصه، بعد ما اللحمه بتاعتي تتسلق عشان اخد من الشوربه بتاعتها احطها واستغنى عن مكعب المرق. سيبنا كده اللحمه لمده ساعه هنفتح عليها عشان ناخد من الشوربه، ولان اللحمه بتاعتنا كويسه فما فيش اي ريم على الوش، وده بيكون بسبب دايما بنلاقي ريم على وش الشوربه، وده بيكون بسبب ان اللحوم لما بتتذبح لازم تتنشر شويه عشان تصفي كل الدم اللي فيها، فدي بتكون معظمها بقايا دم من الحركه بتاعت ان هو بيعلقوا اللحمه شويه بعد ما تتذبح ويتصفي الدم اللي فيها. بصوا ده دايما بتطلع الشوربه صافيه كده لما بتكون معموله بالطريقه الصح. بعد كده هاخد ادي الموزه بتاعتي، هاخد بقى ايه شويه من الشوربه عشان اعمل بيهم الفته وتبقى طعمها من طعم اللحمه، انا ما اعتمدتش على حاجه او اخد طعم من بره زي المرق يعني. بعد كده هفتح بقى حله تانية او طاسه او اي حاجه واسعه عشان نعمل فيها الصلصه بتاعتنا. اول حاجه هنعملها في الصلصه ان انا هحط الحله تسخن، او منزل بشويه زيت، لازم تبقى سخنه قوي كده بتفرق معانا كتير، وهقوم نازل بالبصله بسم الله، وهبتدي اقلب. تحمر البصله بتاعتي كده، ممكن احط مكعب زبده، معلقه سمنه، مفيش اي مشكله خالص. هاخد الصلصه، انا بحب دايما اشتغل بصلصه مع الطماطم، في ناس بتحب تشتغل بطماطم بس بتديني طعم مميز قوي وتخلي الصلصه بتاعتي لونها غامق. وانا بسخن كده عشان صلصة الفتة نفسها تبقى حمراء وبزيادة كده، يبقى شكلها بس احمر زي لون الطماطم يعني. يعني دايما الطماطم الفترة دي بتكون فاتحة بالشكل ده، وانا مش عايز الصلصة بتاعتي يبقى شكلها وحش وطعمها حلو، انا عايز الاتنين. حمرت كده، اخد بقى معلقة السكر، وانا هنا خلاص هستغنى عن مكعب المرقة لو انا عندي الشوربة اللي هاخدها من هنا، وادي الطماطم، وده الزيت احنا خدناه خلاص. اقلب بقى كده هنا
التوم كده بقى مع الصلصة مع البصلة، أقوم واخد شوية الخل بسم الله وانزل هنا كده وأقلب، أحط طماطم وأدي تقليبة بقى. الصلصة كده حلوة بس تقيلة قوي، لازم أزودها بقى إيه شوية الشوربة بتاعة اللحمة. ويجربوا موضوع اللحمة ده، الموضوع ممتاز جدا. اللي عايز يتواصل مع بوم ميت ممكن يتواصل من خلال صفحتهم على الفيسبوك بوم ميت كلها بالكابيتال، او يتصل على الرقم اللي في الاعلان. انزل بقى بالشوربه كده زي ما انا عايز، واسيبها بقى على النار تتقل براحتها خالص، واجهز بقى شويه عيش كده اقطعهم عيش بلدي، اقطعه مكعبات واقليه في الزيت، اخرجهم الزيت ارش عليه شويه ملح وكمون كده عشان يبقى ريحته وطعمه حلوين، واجهز حله رز ابيض عشان نعمل بقى طبق الفته الجميل. بعد ما ايه الصلصه بتاعتنا نسيبها ربع ساعه ونص ساعه تسبك على النار، ونكمل مع بعض تقديمة الفتة عشان نعمل لمة للعيلة كده تليق بعيلتنا تتغدى غدوة كويسة يوم الأجازة. سبكت بقى كده الصلصة معانا، وادي اللحمة اتسلقت، وعملنا الرز وجهزنا العيش، وقلنا العيش دايما لما بيتقلي في الزيت بيكون أحسن. ممكن نعمله في الفرن بشوية سمنة أو زبدة أو زيت ونحطه على صاج وندخله الفرن، بس أحسن طعم ليه لما بيتقلي في الزيت ويطلع ياخد رشة الملح والكمون. عندنا رز وعندنا الصلصة وعندنا اللحمة وعندنا الشوربة، وادي العيش. أول حاجة هتعمليها هتجيبي أي صينية عندك زي كده، وتجيبي الطبق اللي هتعملي عليه الفتة عشان تعملي طبق فتة يليق إن هو يتحط على سفرة تفتح نفس أي حد يبص عليه. أول حاجة هنزل في الصينية بتاعتي بشوية مية وأعمل كده. لو الأكل ده هيخلص في نفس اليوم فشوية المية اللي هحطهم في الصينية دول لازم يكونوا سخنين، لو الأكل هيخلص كله فشوية مية باردة كده عادية مفيش أي مشكلة خالص، وده عشان الرز بتاعنا في الآخر أو الصلصة والحاجات اللي هنعملها دي ما تحمطش لو باتت. بعد كده هاخد الرز وأقوم جايب معلقة كده كبيرة واحط فين في الصينيه بتاعتي، وانا بعمل حركه الميه دي عشان لما اجي اقلب الفورمه ما تبقى كلها نازله كانها قطعه كيك، ما تبقاش ملزقه في الصينيه، عشان برضو ايه كل حاجه بنعملها كده نبقى نشرحها واحده واحده بحيث ان اللي يطبق حاجه ما يبقاش بس طعمها حلو، لا يبقى طعمها وشكلها وتطلع بنفس الشكل احنا بنقدمه بالظبط. مهم قوي ان احنا بقى ايه نكبس قوي كده عشان تنزل الفورمه ما توقعش من الجناب. الموضوع سهل جدا بس يعني ممكن شويه حركات صغيره كده في التقديم بتفرق كتير جدا على شكل الاكل على السفر. هعمل كده كبست الرز بتاعي كويس، اقوم جايب بقى الطبق اللي هقدم عليه اقوم حاطه هنا، وبسم الله كده ايه اقوم قالب الصينيه بتاعتي اقوم حاططها هنا ارفع. بصوا بقى عشان شويه الميه اللي احنا حطيناهم الفورمه طالعه ايه مفيش حاجه بايظه فيها. بعد كده هاخد نجيب بقى مصفه كده او اي حاجه طلع بيها قطع اللحمه، وهنا عندي اختيارين، يحمر اللحمه يحطها على طول واقدمها ايه مسلوقه وارش عليها الملح والفلفل الاسود على الوش. ياخد كده ادي بقى ايه قطع الموزه على الفته يكون ليها طعم غير عادي. يعني مثلا انا لو جبت لحمه مسلوقه وحطيتها على الفته واخترت نوعيه من انواع مثلا القطع زي كباب الحله هتبقى بتشد وهتاخد سوا كتير، وهتلاقي في الاخر ان انت فاكره ان اللحمه مش حلوه قوي الجزار ضحك عليك. لا الموضوع خالص بتفرق كتير جدا الوصفات لما نختار نوعيه لحمه معينه او قطعيه معينه مع الوصفه اللي احنا بنعملها. عشان كده انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم كل القطعيات في كل يوم حلقه كده، نعمل وصفه من وصفات القطعيات دي عشان تبقي عارفه لما تبقى عندك رقبه تعملي بيها ايه، ولما يبقى عندك كتف تعملي بيه ايه، ولما يبقى عندك موزه تعملي بيها ايه، وكباب الحله تتعمل ازاي، وايه اكتر واحسن حاجه ممكن تمشي مع القطعيه. حط بقى كده ايه لحمه ان شاء الله كتير فيها بركه يعني. ممكن بقى شويه شعريه شويه لسان عصفور نحمر اي شويه شعريه كده وناخد شويه شوربه من دول. الموضوع الشوربه ولونها الفاتح ده يعني فرقه كتير قوي مع الواحد. بعد كده ايه هاخد بقى الملاحه، بحب انا قوي الملاحه بتاعتي دي بالذات. هاخد شويه بقى فلفل بسم الله، وادي شويه ملح صغيرين، وبكده عملنا طبق فته يليق ان احنا نقدمه على السفره بتاعتنا يوم اجازه كده كله ياكل من الموزه وتبقى كويسه جدا. وادي الصلصه بتاعتها وقدمناها وحطينا العيش حواليها كده، الموضوع بيكون ممتع جدا. ناخد بس معلقه صلصه كده عشان عايز طبق الفته بتاعي يكون شكله كامل في النص كده، شويه الصلصه شويه الدخان دول الموضوع بيبقى حلو. واللحمه بتاعتها موزه من بوميت عندي
ميه السلق بتاعه اللحمه، 2 لتر من الميه، 2 ورق لورا، 2 فص حبهان، 2 عود قرفه، رشه مستكه، ملح وفلفل اسود، وصلصه الفته عملناها بنص لتر من عصير الطماطم او كوبايتين طماطم مبشورين، بصله مفرومه، معلقتين كبار من الثوم المفروم، كوبايه من الصلصه، كوبايه شوربه من سلق الميه اللحمه بتاعتنا، الميه بتاعه سلق اللحمه، معلقتين كبار من الزيت، ربع كوبايه خل مكعب من المرقه، معلقه كبيره من السكر، ملح وفلفل اسود. واحنا هنا قلنا لو خدنا من الشوربه مش هنحتاج ان احنا ناخد من المرأة.